مساء الخير. النهاردة هنتكلم عن السلوك بس من وجهة نظر مختلفة شوية. يعني احنا عارفين ان في سلوكيات بتبقى سلوكيات ايجابية، ودي طبعا السلوكيات اللي احنا بنبقى محتاجين الاطفال او اطفالنا او ابنائنا يكونوا مكتسبينها، لان سلوك ايجابي. يعني زي مثلا ولد ما يعلي صوته، ان هو يخبط على الباب وهو داخل، ان هو يتكلم بصوت واطي، يعني دي سلوكيات ايجابية احنا بنبقى محتاجينها في ولادنا. دايما المشكلة اللي بتواجهنا في السلوكيات اللي بنسميها المشكلة او المستهدف، اللي هي السلوكيات اللي احنا مش عاوزين ولادنا يكونوا مكتسبينها. ودي بصراحة ليها شكلين، في شكل منهم هو سلوك اصلا مشكلة، يعني هو سلوك زي مثلا العدوان، ان مثلا ولد بيخربش زمايله، ده سلوك هو اصلا كعنوان سلوك اسمه الخربشة، هو سلوك احنا مش حابينه، صح كده؟ يعني هو شكله كده مش حابينه، يعني ماشي كده. لكن في سلوكيات بقى، وده الشكل التاني، سلوكيات قد تكون كويسة لكن بيحصل معاها حاجة، بنزود عليها حاجة فبتحولها من سلوك إيجابي أو سلوك كويس إلى سلوك مش لطيف أو مش كويس. عندنا 5 معايير بنقيس بيها السلوك، إن هو لو السلوك الكويس لو اكتسب حاجة منهم وزادت عن حدها بيبقى سلوك سيء. نحفظهم كده، هما التكرار، 1 التكرار، 2 المدة، 3 الشكل، 4 الشدة، 5 الكمون. ناخد واحد النهاردة منهم وليكن التكرار. في سلوكيات لو زادت عن حدها بتبقى مشكلة، صح كده؟ يعني هو سلوك كويس جيد، سلوك إيجابي جيد مناسب للمجتمع، لكن لما زاد عن حده أصبحنا بنقف قدام مشكلة. مثلا غسل الايد، حد يقدر يقول ان الولد يغسل ايديه دي حاجة مش كويسة او ده سلوك مش كويس؟ لا طبعا سلوك كويس. لكن لما نلاقي الطفل بيغسل ايده مثلا في اليوم 3 مرات دي حاجة كويسة، لكن لما الاقيه بيغسل ايديه مثلا 3 4 مرات في الساعة الواحدة، لا، هنا التكرار بتاع السلوك غسل الايد نفسه حوله من سلوك ايجابي لسلوك ايه؟ سلبي. لان مش حاجه كويسه ان انا اغسل ايدي 3 4 مرات في الساعه، طبعا بصرف النظر اذا كان هو بيشتغل بايديه بحاجه مثلا فايديه بتتطرب او حاجه فبيقوم، لكن بنتكلم هو قاعد دلوقتي مع زمايله فجاه قام يغسل ايديه، بعد كده راح قام بعد شويه ربع ساعه ساعه يغسل ايديه تاني، فهنا تكرار السلوك حوله من سلوك ايجابي لسلوك ايه؟ سلبي، مش كده؟ الغضب مثلا، انفعال زي انفعال الغضب، هو من الانفعالات اللي هي مش سلبيه ومش ايجابيه، او يعني بلاش، مش عايز اقول، عايز اقول لفظ دقيق شويه، هو انفعال الغضب ده حاجه موجوده فينا كلنا،